كان معانا أستاذة عشرة. أيوة عيشة. عيشة. أيوة أيوة فضلت الشيخ. السلام عليكم. عندي أسئلة بس بسيطة كده إن شاء الله ربنا يخليك. يا رب يا رب يا رب تكون بسيطة. عندي بصلي صلاة التوبة في السورة الأولى اللي هي والذين إذا فعلوا الفاحشة أو ظلموا أنفسهم إلى آخر الآية، والركعة الثانية اللي هي من يعمل سوءا، فبجي أصلي الركعة الثالثة والرابعة بقول لإله في قريش، والركعة الرابعة بقول إن أعتنق. لا تصلي من غير سورة، تصلي الركعة الثالثة والرابعة من غير سورة، وهي صلاة التوبة دي هي صلاة عادية، وبعد كده بنتوب إلى الله سبحانه وتعالى بندعو بعدها، لكن أيوة ليس هناك، اسمعي بس، ليس هناك صلاة بهذا العنوان، بمعنى أن الصلاة التوبة دي هي صلاة يصلي الإنسان صلاة نفل ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تفضلي. أيوة ماشي. وعندي صلاة الضحى بصلي برضو ركعتين، الأولانية اللي هي سورة الشمس والثانية سورة الضحى، بصلي ركعتين الثالثة والرابعة برضو بأيها الكافرون وكل ولو أحد، هل ده برضو صح؟ أنت على أن صلاة الصباح غير صلاة المساء يجوز أن أنت تصلي أربع ركعات؟ لا، تصلي الركعتين التانيين في السنة، تصلي كذلك في السنة زي الفرض، تصلي في الركعتين إلا إذا كنت بتصلي ركعتين وتسلمي، وتصلي ركعتين وتسلمي. أيوة بعمل كده. مش بتصلي أربع ركعات على بعض يعني؟ لا لا، بصلي ركعتين واستلم. اقرأي ما شئتي، اقرأي ما شئتي. والقراءة اللي انت فيها ورد ان دوت يكون من الافضل، السور اللي انت ذكرتيها نعم من الافضل ان انت تصلي بهذا، فده صحيح. أوكي. ايضا ايه تاني؟ وعندي اللي هو ساعة صلاة قيام الليل بصلي السور اللي هي قصيرة بيها. طيب هذا جائز، هذا جائز وليس فيه شيء، ربنا يتقبل. يعني يا رب يخليك يا رب، شكرا او على راسي. اهلا وسهلا، ربنا يزيدك نور وبركه وفضل ونعمه يا ستي. نعم.